وللمزيد من الحديث والنقاش عن تفشي وباء كورونا في العراق مع ازدياد أعداد الوفيات والإصابات في ظل سياسات حكومية تصفها الصحف الغربية بأنها فاشلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير السيد إياد العناز. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ إياد. تسجيل 122 حالة وفاة و 2056 إصابة جديدة بفيروس كورونا فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. الحكومة من جهتها ترى أن المواطن هو السبب في تفشي الفيروس في العراق لعدم التزامه بالقواعد الصحية والإرشادات وإلى آخره من هذه القضايا. هل المواطن يتحمل مسؤولية انتشار الوباء كما تقول الحكومة، بينما لا تتحمل الحكومة أي التبعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واسعد الله مساءكم بخير. يبقى موضوع الوباء وانتشاره هو جزء من الأزمات الكبيرة التي يعاني منها العراق، من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية. تأتي هذه الأزمة الصحية التي تحدثنا عليها كثيرا ونبهنا عليها، وقلنا في لقاءات سابقة أن العراق غير قادر على تحمل الكثير من هذه الإصابات إن حدثت، وعلى الحكومة في بغداد أن تتخذ الإجراءات الكبيرة والصحيحة في عملية تلافي الأخطار الناجمة عليه. بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود القدرة على معالجة الإصابات إن حدثت، أو معالجة الوفيات إن تعاظمت الإصابة لدى المواطن. وهذا ما نراه الآن بعد 3 إلى 4 أشهر، كيف أن الزيادة في عملية الإصابة لا يتحملها المواطن فقط، تتحملها الدولة في عدم وجود الرعاية الصحية وفي عدم وجود المستلزمات. نعم. وعدم وجود الخطط الكفيلة في عملية تسييس مواجهة. دعنا نتوقف هنا أستاذ إياد عندما قالته صحيفة ذا ناشونال الأمريكية في تقرير لها عن وباء كورونا في العراق. قالت أن سبب زيادة الوفيات والإصابات يعود إلى الفشل في إدارة الدولة. كيف تقيم خطة الحكومة الحالية للتصدي للوباء على المستويين الصحي والاقتصادي، علما بأن هناك نواب انتقدوا وجود لجنتين للأزمة، لجنة يعني من الجهة التشريعية وأخرى من الجهة التنفيذية؟ نحن نعلم أن العراق لا يفتقد فقط إلى ملامح كيف إدارة هذه الأزمة، العراق يفتقد إلى كيفية إدارة دولة. أنا أتكلم عن وجود دولة، الدولة المدنية التي نبحث عنها، ودولة ودولة تحمل بطيات احترام الإنسان وحقوق الإنسان، لا وجود لها في العراق. نحن نتكلم عن دولة تحكمها أحزاب وتحكمها ميليشيات تتصارع بينها في سبيل الحصول على المال العام وسرقته والسحت الحرام، بعيدا عن اهتمام بالمواطن ومنها الجانب الصحي. لا توجد هناك ملامح لأي توجه لقيادة هذه الأزمة أو وجود حلول ناجعة لها. بل على العكس من ذلك، ترك الامر وكأن الامر فقط يختص به المواطن وتحميل المواطن في عدم الالتزام. نعم، نحن نؤكد على ضروره الالتزام بالاجراءات الصحيه والوقائيه، ولكن مع هذا نقول انه ايضا اين الدور الصحي؟ اين المستشفيات الفعاله والتي تستطيع ان تستقبل هذا العدد الكبير من الاصابات؟ اين الخطط الصحيه التي قام بها حكومه بغداد كما قامت بها البلدان الاخرى؟ نحن نتكلم عن معايير اساسيه في الحفاظ على صحه المواطن. لا وجود لملامح في 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 بغداد لاي، وليس لديه الاستطاعه على مواجهه اي ازمه، ليست فقط صحيه، اجتماعيه، اقتصاديه. ولذلك نرى انه كثير من الامور يعيشها البلد في ضياع حقوقه وحقوق ابنائه. لكن هذه الحكومة بشرت بوجود الحل للمصابين في العقار الروسي الذي استوردته، ووكيل الوزارة يقول إن هذا العقار الذي يسوق له ليس علاجا للوباء. في أي إطار يمكن أن تصنف هذه التصريحات المتضاربة؟ يعني نحن نعلم قبل في بداية الأزمة الصحية، عندما خرج وزير الصحة السابق وقال أنني بحاجة إلى 5 مليون دولار لعملية إسعاف المواطنة وإيجاد أي مستلزمات طبية وصحية. أنا أتكلم عن عقار ممكن أن ينتج في روسيا، لكن هذا العقار لحد الآن لم تتمكن الدوائر الصحية والمنشآت والمراكز الصحية أن تتأكد من فعاليته. نحن هنا علينا أن ننظر بمعيار أساسي، ليس فقط أن نستخدم المساعدات الطبية والمساعدات من قبل الدول. على العراق الذي يمتلك إمكانية كبيرة، ولكن هذه الإمكانية ضاعت بعد الغزو الأمريكي بعملية السرقات وبعملية النهب وعملية الفساد السياسي والإداري، بحيث أضاعت ملامح للدولة وأضاعت ملامح
لكيفية التصرف في الحق، وإلا العراق العراق لو كان في عافيته هو يستطيع من خلال منشآته الصحية ومن خلال مستشفياته التي كانت متقدمة قبل الاحتلال. الآن نتكلم عن وضع صحي متردي ووباء منتشر. نتكلم أيضا عن ارتفاع سعر عبوة مادة الأكسجين من 10,000 إلى 500,000 دينار، ويبدو أن المواطن العراقي هو المطلوب منه أن يقوم بشراء هذه العبوة كي يعالج نفسه بنفسه. وهو هذا، وهنا المأساة، عندما يترك الأمر إلى 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 وبدون متابعة جدية وبعدم اهتمام بأرواح المواطنين. نرى هذا الموضوع لا يختص في مكان، يختص في جميع مراكز المدن ونواحيها في العراق وفي جميع المحافظات. الحالة واحدة بسبب كما قلت التفشي الكامل، ليس الوباء وبإنما تفشي الفساد، وبالتالي عدم قدرة الدولة على تتحكم. القدرة العراق فشل في مواجهة هذه الأزمة، وفشل في معالجة كما فشل في كثير من عملية البناء والإعمار وترك البلد للسراق وأصحاب المصالح من الأحزاب والكتل السياسية. السراق وأصحاب المصالح هم الذين أوصلوا البلاد إلى هذا المستوى المتدني جدا من الخدمة الطبية. هذا ملخص ما قيل على لسان أو على ألسنة كثير من المراقبين والمتابعين وحتى المسؤولين سواء في الحكومة أو في مجلس النواب العراقي. هذا كله كشف للمواطن العراقي أين كانت تذهب الأموال، وكشف له عن الفساد الذي كان طيلة السنوات الماضية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، وقد أصبحت هذا التحدي أصبح أحد التحديات الكبيرة أمام حكومة الكاظمي، ماذا عن المستقبل في ضوء هذه المعاناة الكبيرة التي يمر بها المواطن العراقي؟ يؤسفني وأنا ابن هذا البلد العريق أن أقول أن نحن أمام كارثة إنسانية وأمام كارثة اجتماعية وبيئية كبيرة، أمام تزايد في الإصابات التي تلحق بأبناء شعبنا جراء عدم وجود كما قلت الخطط الصحية والوقائية وعدم التعاون مع هذه الأزمة بصورة صحيحة. العراق قادم إلى أزمات كبيرة وقادم إلى وضع متردي في جميع نواحي الحياة ومنها هذه الصحية، في حين تتقدم دول أخرى ولديها أقل من 10% من إمكانية العراق، ولكنها استطاعت أن تحمي أبنائها وتحمي وتضع الخطط الصحيحة والكفيلة في سبيل درء الخطر عن أبنائها. أشكرك جزيلا الأستاذ إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.